بلغت المواجهات ذروتها في لبنان بين قوات مكافحة الشغب وعشرات المحتجين المنددين بقرار الإغلاق العام ومنع التجوال ومحاضر الضبط بحق المخالفين. حرق للإطارات ورشق بالحجارة من هنا، وقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي من هناك، والحصيلة عشرات الإصابات بجروح متفاوتة الخطورة. مسكرين محلاتنا وبيوتنا ومسكرين كل شيء عشان كورونا. عدوا بالبيت، عدوا بالبيت، هيك بيقولوا عدوا بالبيت. لك عدوا بالبيت، امنوا للي عم تقولوا لنا عدوا بالبيت. يعطوا مصاري لهالعالم عشان تقدر تجيب اكل ياكلوا يشربوا. جاء تدخل القوات الأمنية اللبنانية عقب محاولة فض اعتصام لم يتضح ما إذا كان عفوياً أو دعت إليه جهة معينة، لكن الواضح في المشهد أن الاحتجاجات أعقبت الإجراءات الاحترازية التي تبنتها السلطات في لبنان لمواجهة قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات الناجمة عن مضاعفات كوفيد-19. وزادت إجراءات الإغلاق من تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث تراجعت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق مقابل الدولار، كما انهارت القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وتشكو البلاد من احتجاز المصارف للودائع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وضع جعل شريحة واسعة من اللبنانيين تخشى آثار الفقر أكثر من المرض.